ما رأيك بمن يدعي السلفية وهو لا يقتني الكتب السلفية والأشرطة السلفية وكذلك يدافع على المتحزبين؟ الذي ينصح به إخواننا أن يقبلوا على الكتب النافعة مثل رياض الصالحين ومثل بلوغ المرام ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذا حتى أنفع لهم من الأشرطة، لأن الذي يقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطرة. نعم، فننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين وقبله حفظ القرآن الكريم وكذا حفظ بلوغ المرام إن استطاعوا، وحفظ الليل والمرجان بما اتفق عليه الشيخان أيضا. فماذا فهذا أنفع لهم. أما عدم اقتنائه للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد أيوات المبتدعة. نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني، هذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لايقة بالبدعة وهي التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وهذه القائمين عليها تعتبر مجلة بدعة. فماذا بارك الله فيكم؟ فالذي ننصح به هو الإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بأس باستماع بعض الأشرطة لبعض العلماء الأفاضل مثل أشرطة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وأشرطة الشيخ الألباني التي هي أشرطة حماسية، فقد كثرت الأشرطة. وماذا بارك الله فيكم، وربما شغلت بعض الناس عن حفظ القرآن وعن حفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن تعلم اللغة العربية التي إخواننا الأعاجم أحوج ما يكون إلى تعلم اللغة العربية ليفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. نعم، إذا كان يترك أشرطة السلفيين ويستمع لأشرطة أهل البدعة فهو شخص إما أن يكون ملبسا، لأن كثير من الناس بحمد الله قد أصبحوا يكرهون الحزبية. فنعم، فربما لا تجد شخصا يقول أنا حزبي، لأنها قد أصبحت مكروهة عند الناس فلا يتستر، وإما يكون يتستر ليحتعى على السنة ويأخذ شبابهم كلما نعم حلموا شابا ويرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين. نعم،
والله أغروه بالمال وبالأكاذيب والمناصب، وكذلك أيضا شبكة معهم يصطادون بها الشباب، وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد في سبيل الله يعتبر من أسمى شعائر الإسلام، ولكن أنتم أنتم أيها المحاربون للسنة لا تصلحون للجهاد في سبيل الله، فجاهدوا أنفسكم قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما بحديث فضالة بن عبيد: المجاهد من جاهد نفسه، والله المستعان. تفضل. حتى الآن أمانة كنت أنصح بعشرة الشيخ بن باز وعشرة الشيخ الألباني الأشرطة الحماسية. ليس للأشرطة، أنا بقي للأشرطة الحماسية. للأشرطة الحماسية التي يقولها سمت حضرة الله، للأشرطة الحماسية التي يقولها كثير من الناس ربما تترك الشباب نعم متحمسين مهيئين للقيام بالثورة، وكذلك أيضا الانفجارات وغير ذلك. والله ما أكثر ما خدعوا الشباب في هذه الأشرطة، والله المستعان. نعم.